دلوقتي ناخد حضراتكم لمجموعه من الاخبار من بره مصر وهنبدا اخبارنا النهارده مع مواطن ايراني قدر انه يحطم رقم قياسي استثنائي في موسوعه جانس للارقام القياسيه من خلال موازنه 85 معلقه في مواقع مختلفه على جسمه هتشوفوا مع حضراتكم الصوره على الشاشه زي ما حضراتكم شايفين هو حاطط المعالق بالشكل ده على جسمه وهو بدا يعمل التجارب دي من وهو طفل صغير وقال انه لاحظ انه موهوب من هو طفل لكن بعد سنين طويله قدر انه يشتغل على الموهبه دي من خلال الممارسه والمواظبه على التمارين ويقدر انه يحقق بالموهبه دي انه يدخل موسوعه جنس للارقام القياسيه. جميل ان الواحد يعني يكتشف الموهبه اللي عنده ويشتغل عليها وينميها يعني. اه مواهب نعم. غريبه الحقيقه. <applause> طيب من ايران نروح للصين في عمال متحف جيش الطين قدروا اللي هم يعثروا على تماثيل ذهبيه وفضيه جديده في حفره هي الاكبر في استكشافهم بتبلغ مساحتها اكثر من 14 ألف متر كمان العمال عثروا على بقايا خيول وعربات الخبراء قالوا ان القطع دي بتشير للمكانه الكبيره لصاحب المقبره دي وبتمكن علماء الاثار من تمكن علماء الاثار من تنظيف التماثيل الذهبيه والفضيه للخيول لتستعيد شكلها الاصلي ورونقها علشان الناس اللي ما تعرفش الجيش الطيني هو عباره عن تماثيل لمحاربين حوالي ألاف تمثال وموجودين في مقبره الامبراطور تشي شي هوانج وهو مؤسس اسره تشين وهو اللي وحد الصين وتم اكتشاف الجيش ده عام 1974 في ولاية ماتشجن الأمريكية مشهد مرعب عمرك ما هتشوفه في الحقيقة لكن ممكن تسمع عنه الحقيقة أن هم شافوه فعلا وده مش فيلم ولا أي حاجة يعني مشهد وثقته كاميرات مراقبة لعربية طارت فوق جسر بسرعة كبيرة جدا الحادثة دي السواق كان سايق عربيته زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة وسرح شوية تقريباً اتفاجئ بقى بالمشهد اللي انتم شفتوه دلوقتي حالا، العربيه طارت لحسن الحظ انه الاصابات للي كان سايق اصابات خفيفه الحمد لله ربنا سلم يعني مش عارفه ايه م. اللي ممكن يح... السرعه اللي ممكن يعني يطير بيها بالشكل ده قدر لو وطف. عندنا في مصر كنت قلت اكيد واحده اللي سايق العربيه ده اكيد كده كده ما فيهاش كلام لكنه شاب هو الخبر بيقول شاب طيب نروح من ميشيغان لفلوريدا في, في حفره كبيره عملاقه موجوده هناك بلعت عدد كبير من البيوت بكل اللي فيها وده نتيجه هبوط ارضي تسبب فيه خسائر ماديه كبيره علشان كده السلطات المتخصصه قررت اللي هي تخلي خمس بيوت علشان الموضوع ما يكبرش وتحصل ازمه تانيه اكبر من اللي حصلت بسبب الهبوط ده في مقطع فيديو وثق الموضوع وظهر فيه رجال الحماية المدنية وهم واقفين زي ما احنا بنتابع دلوقتي علي الشاشة واقفين علي مكان مرتفع جنب الحفرة في موقع الحدث